النهاردة هنشرح السبورت العنيد راكان، مصنف من الشخصيات التانك، من أسرع التانكات اللي موجودة في اللعبة، يقدر يشد انتباه التيم كله ومحدش يقدر يمسكه. الباسف بتاعته عبارة عن انك بتزيد من 31 ل255 زائد 80% ابيليتي اساسي بيتحوله لشيلد على حسب الليفل بتاعك، وكل بيزك عادي او سكيل من سكيلاتك هيلبس في العدو هيقلل ثانية من كل داون الشيلد ده. وفي جزء تاني من الباسف بيشتغل مع زايا بس، عبارة عن لو زايا بتعمل ريكول ممكن تدخل معاها في اي وقت في نفس الريكول وترجعوا مع بعض. اول سكيل بقى عباره عن ضربه بتعمل من 70 ل 250 زائد 60% ابيليتي اساسي، ولو لبستها في عدو او وحش كبير من وحوش الجنجل هيرجع لك هيل ليك ولاصحابك القريبين منك من 22 ل 120 زائد 70% ابيليتي اساسي بعد 3 ثواني من الضربه، او لو لمست حد من اصحابك هترجع لك على طول. السكيل التاني عباره عن داش لمكان العدو وبتاخده وبتطير بيه لفوق لمده ثانيه، وبتعمله دامج من 80 ل 290 زائد 70% ابيليتي اساسي. السكيل التالت عباره عن داش برضه لصاحبك، ولما بتوصل له بتديله شيلد من 45 ل 150 زائد 80% ابيليتي اساسي لمده 3 ثواني، وبعديها السكيل ده هيفتح تاني. اما لو ضربت السكيل ده على حبيبه القلب زايا هيزيد الشيلد ده بنسبه 25% وهيقل كل داون السكيل بنفس النسبه. الالت بقى لما بتدوس عليها بيزيد الموف سبيد بتاعك ل 60% لمده 4 ثواني، واي عدو هتلمسه هتديله شارج من ثانيه لثانيه ونص، والدامج من 100 ل 300 زائد 50% ابيليتي اساسي، واول عدو هتلمسه هتنط من فوقيه بنسبه 100% موف سبيد. اول كومبو انك هتروح على صاحبك بتالت سكيل وتداش على العدو بتاني سكيل، ارفعه وارجع على صاحبك تاني بتالت سكيل. نفس الكومبو بس هتروح على صاحبك وانت بتداش على العدو اضرب اول سكيل. الكومبو ده هتبتدي بالالت تعمل الكومبو بتاعنا وترجع على صاحبك، حاول ترفع بالكومبو ده اكبر عدد من الاعداء موجود. هو نفس الكومبو بس هنستخدم ايتم الهوت. الكومبو ده هتدخل بالت فيهم وبعد كده ترفعهم لفوق وداش على صاحبك. لو عكسنا الكومبو اللي فات هيطلع الكومبو ده، هتدخل بالالت تداش على صاحبك وبعد كده تدخل عليهم ترفعهم كلهم وترجع تاني على صاحبك. كل كومبو ليه وقته، هي مسألة تعود وممارسة، العب بيه كتير واحفظ كومبوهاته.